إذا مررت بين يدي المصلي من مسافة بعيدة فهل هذا يدخل في الوعيد؟ إذا لم يكن أمام المصلي، إذا كان أمام المصلي سترة فلا تمر بينه وبين سترته. إذا لم يكن أمامه سترة فقد حدد العلماء ثلاثة أذرع من قدميه، المنطقة ثلاثة أذرع من قدميه، وإذا مررت أكثر من ثلاثة أذرع فلا بأس بذلك.